السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم طلاب وطالبات التعليم عن بعد في لقائنا الحي الأول، والذي من المفترض أن يكون هذا اللقاء الحي في الأسبوع الماضي، ولكن لظروف معينة، خلل معين في المايك، ممكن ما كان شغال. إحنا نفس الإجراءات ونفس السوفتوير والهاردوير ونفس الأمور هذه، والحمد لله الآن اشتغل معنا. ممكن في سبب خلل معين كان في الأسبوع الماضي، وأغلب الطلاب حكونا أنه هناك في بعض من الفيديوهات مسجلة مرفوعة عن النظام، وأرجو أنكم يا طلاب أنتم واعيين الآن في مرحلة النضج والوعي، لأن أول الفيديوهات اللي سجلت أو ممكن رفعت على النظام ممكن خلل معين في النظام، وإحنا نرفع ونعيد ونسجل الصوت في الأسبوع الماضي سجلت ورفعنا النظام. ولكن بمشيئة الله اليوم رايح نتحدث ونتكلم عن اللقاء الأول. إحنا معكم المحدث الدكتور بلال الخطيب، اللي رايح إن شاء الله خلال الفصل هذا ناخذ وندرس مقرر التجارة الإلكترونية. والتجارة الإلكترونية مادة سهلة وحلوة، والجميع الآن في عصر التكنولوجيا، والجميع مع سمارت فون، والجميع مع كذلك التواصل والسمارت فون، ومقدر يشتري ويبيع. هل الصوت واضح للجميع؟ أرجو الإجابة بنعم أو لا. أول شيء في البداية، نعم واضح، الحمد لله إنه واضح، واضح نعم. ممكن اللي ما هو واضح الصوت عنده ممكن خلل فني من عنده، ولكن الحمد لله إحنا بالنسبة للمقرر يعني هناك ورد استفسارات كثيرة وورد أسئلة كثيرة، شو هو المقرر الرئيسي أو شو هو أنتم بتعرفوا أن هناك في فيديوهات على منصة نظام التعليم من بعد لكل مقرر، صح ولا لا؟ صوتي ومرئي. فأرجو من الجميع أنه أي ملخص برد لديكم أنكم تدققوه. أنا دققت من الملخصات اللي جتني، كان هناك في تفاوت، واحنا بنعرف ان المقرر هذول اللي رفعوا الفيديوهات في الوصف في بداية الأمر، كان هناك الدكتور الوابل سعد الوابل والدكتور عبد الرحمن إدريس. والآن أنتم بتعرفوا لما يكون المقرر مقسوم جزئين من الصعوبة أن نلاقي ترخيص واحد. هناك عندنا ترخيصين على ما أعتقد، ممكن في ترخيص سعد الوابل في شوي زيادة. والله لحد الآن ما عملت ملخص، في عندنا ضغوطات عمل في الجامعة، وإن شاء الله إن في ودد إن نعمل لكم ملخص ومقترح لهذا، وإن شاء الله إنه الاختبار الفاينل ما رايح يخرج من اللي إحنا رايحين نشرحه. ففي البداية إن مقررنا هو نعم اعتماد اللي بده يجيب A و A بلس يعتمد على المرئي والصوتي والأمور واضحة، يعني ما رايح السؤال يخرج عن المقرر. ففي البداية احنا مقررنا هو التجارة الإلكترونية دار 490، اللي هو أنا محدثكم الدكتور بلال خطيب اللي رايح أدرس هذا المقرر، ما رايح يخرج أكيد. الصوت بينقطع يا طلاب، من الطلاب الصوت واضح؟ نعم أرجو أنه واضح. ففي البداية بيقول لنا إحنا زي ما نزلنا لكم على المنتدى رايحين نتحدث عن مواضيع كثيرة، وأنتم بتعرفوا إحنا عندنا 8 لقاءات حية لازم نكون منهيين في المقرر، والمقرر شوي طويل، ولما نقعد على كل موضوع نقعد عليه بالساعات. ولكن احنا باختصار منا نعرف المفهوم بشكل عام من المقرر الموجود لدينا. اول شيء في البداية رايحين نتعرف على شبكات والانترنت. احنا بنعرف انه مصطلح الانترنت، حدا بيعرف مصطلح الانترنت من ايش مشتق؟ بقولنا مشتق من كلمتين. احنا كل لقاء حي قبل اللقاء الحي بننزل لكم بعض العناوين اللي رايحين ندرسها.
طيب مشتق من كلمتين اللي هي نتورك وانتر ناشونال. انتوا بتلاحظوا انه في هناك مصطلحات بالانجليزي وفي اختصارات بالانجليزي، كل اختصار وكل مصطلح لازم نكون عارفينه فاهمينه واضح، لانه راح يجي في الاختبار مصطلحات بالانجليزي اختصارات بالانجليزي. انت يا طالب لازم تكون شو فاهم شو هذا الاختصار. يقول لنا الانترنت مشتقة من كلمتين اللي هي نتورك وانترناشونال، وتعني الشبكة العالمية، في هناك طلاب محاضرين، وتعني لغويا ترابط بين مجموعة من الشبكات لنقل المعلومات من شبكة إلى شبكة أخرى. إحنا النتورك رابط العالم كله، صح ولا؟ عملية ترابط بنقل البيانات والمعلومات وتبادل المعلومات من خلال شبكات الانترنت. ونعرف انه هناك في شبكات لوكال اريا نتورك، في عندنا شبكات وايد اريا نتورك، في عندنا شبكات مختلفة. احنا بدنا نستخدم اي نوع من الشبكات في النهاية نصل ونقل وتبادل المعلومات. ولا يوجد تعريف كامل وشامل للانترنت يتفق عليه الجميع، فتعريف المهندس للانترنت يختلف عن التاجر، صح ولا؟ التاجر بعرفه بوسيلته الخاصة، المهندس بطريقة معينة، تبع الانترنت وشبكات الانترنت بعرفه بطريقة مختلفة. انت يا طالب بتعرفه، لو سألنا الوالد اللي مش دارس، اللي عنده والد مش دارس، لو سألناه شو الانترنت بقول لك والله شبكات او سلاك ممدودة، صح ولا؟ كل واحد بعرفه بالطريقة اللي بشوفها مناسبة. فهمنا الانترنت، الان بدنا ننتقل لشبكة الانترنت. شبكة الانترنت واسعة، تصل الملايين من الأجهزة الحاسوبية منتشرة بين دول العالم لتبادل المعلومات بينها، وتحتوي كما هائلا من المعلومات، وتشمل جميع نواحي المعرفة، متوفرة بشكل نصوص، صور، رسومات، وأصوات وغيرها. لو جينا لشبكة الإنترنت اللي متصلة بجميع الحواسيب، لو الآن نظرنا للسمارت فون، قديش في أشخاص عندهم سمارت فون؟ قديش احنا باليوم نتبادل رسائل على الواتساب او على السوشيال ميديا؟ قديش احنا بنعمل عمليات تجارية من خلال الابليكيشنات؟ بيقول لنا الابليكيشن والانترنت بقى بالزمان بال2000 وال2001، بيقول لك اللي عنده موقع لشركته للبيع والشراء بيسموه ميزة تنافسية، ميزة استراتيجية. ولكن في الوقت الحاضر ما في ميزة استراتيجية. صوت واضح وشغال عندي، الصوت واضح، صوت واضح أنا عندي، يعني مبين عندي على النظام الصوت شغال. فالآن اختلف، بقول لنا الإنترنت، لأن شبكات الإنترنت المواقع بقت، بقول لنا في 2000 أو 2001 بقت ميزة استراتيجية للشركات، ولكن الآن أصبح إيش؟ عادي اي شركة انت هذا الابليكيشن، او انت ابليكيشن تطبيق على الجوال. احنا الصوت واضح ومرتفع، عندي الايقونة الصوت دائما مرتفع جدا، فارجو من الجميع يشوف وين هو الخلل، ممكن من عندكم، ممكن الانترنت اللي احنا بنحكي عنه الان، الانترنت ممكن من ضغط الشبكة بصير عندنا باكج روس. احنا عرفنا انه شبكات تصل الملايين من الاجهزة تشمل جميع انواع المعرفة، وحكينا انه في زمان كان في 2000 وال2001 بيقول لنا كانت ميزة تنافسية، الان بطلت تصير عندنا ميزة تنافسية في المواقع، مواقع شركات البيع والشراء. الان اصبحت اي شركة بتفتح انتم هذا التطبيق. بيقول لنا ويعرف الانترنت عند البعض بخط المعلومات السريع اللي هي انفورميشن هاي واي، انفورميشن هاي واي. احنا من مش بنحكي الطريق الصريح، كذلك عرفونا الانترنت بخط المعلومات السريع اللي هي انفورميشن هاي واي، وذلك للوصول السريع الى المعلومات والاستفادة منها لاتخاذ القرارات من العملية التنافسية. واحنا بشكل سريع نحصل على المعلومات حتى بالنهاية
نتخذ قرار استراتيجي أو قرار، أي قرار إحنا بنتخذه. بعدين عندنا من ننطلق إلى نشأة الإنترنت، كيف نشأ الإنترنت؟ نقول لنا يرجع تاريخ الإنترنت إلى عام 1969. لما ننتبه أي تاريخ 1969، عندما أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة اللي هي ARP نت، الهدف منها ربط، نعم الدفاع الأمريكية، الهدف منها ربط المواقع الحكومية والعسكرية مع بعضها، حيث وضعت أول 4 نقاط اتصال لشبكات الإنترنت اللي هي ARPANET في مواقع في جامعات أمريكية، حيث وتم إرسال أول رسالة ضمنها. يعني بدك تحاول تكون فاهم متى الفترة الزمنية، لا ما أعتقد رايح أجيب أنا تواريخ. أما المصطلحات بدكم تكونوا عارفينها، التواريخ مش رايحين نركز على التواريخ، بس المصطلحات ضرورية. بدنا نعرف شو الهدف من نشأة الإنترنت، الهدف ربط المواقع الحكومية والعسكرية مع بعضها البعض. طيب، وفي عام 1983 استخدموا شيء جديد اللي اسمه بروتوكول، اللي هي اختصارها TCP/IP اللي هي اختصار لمصطلحات Transition Control Protocol Internet Protocol. يعني Transmission Control Protocol Internet Protocol هي اختصار لـ5 أحرف TCP/IP، وهو بروتوكول التخاطب في الشبكات، بحيث يقوم بنقل المعلومات من الحاسب إلى الإنترنت، ويستخدم للاتصال بشبكات الإنترنت والشبكات الأخرى. ما عندي شرائح من الأول، إن شاء الله إحنا الاختصارات رايحين نبعثها لكم إذا لعبنا الوقت الأسبوع القادم، رايحين نبعث لكم الاختصارات كاملة إن شاء الله. في عندنا في عام 1992 نفس الشيء، يعني أنا ما بنقدر، أنا كعضو هيئة التدريس ما بقدر أطلع عن الملزم فيه، لأنه في عندنا هناك اتفاقية إني ما أخرج عن الموجود. في عام 1992 استخدم شيفرة النص المرتبطة اللي هي هايبر تاكس ترانسفير بروتوكول، اللي احنا بنشوف في بداية الموقع صح HTTP. ال HTTP هي ترانزميشن اللي هي هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، الذي يستخدم لنقل البيانات في الويب، وأدى إلى تطور الشبكات العالمية، نعم لنقل البيانات في الويب اللي هي WWW، اختصار لإيش؟ ان شاء الله احنا رايحين نرسل لكم الاختصارات www، ولكن بعد ما ارسل الاختصارات ارجو انكم تتابعوهن، واذا هناك نقص ممكن انا انسى، ممكن يكون نقص، فارجو انكم تنبهوا بعض اذا في نقص. اللي هي World Wide Web، ويب خطأ، اللي كتب ويب خطأ بالبي العادية وليست البي اللي تحت، يعني انتبه لما تكتب الرسالة. بيقول لنا بعدها شبكات الإنترنت مقصورة على الأغراض العسكرية، ولكن استخدامها توسع بنظام بانضمام الجامعات والمؤسسات الأهلية والتجارية في أمريكا وخارجها، مما جعلها شبكة عالمية تستخدم في مجالات الحياة. احنا الآن عرفنا شوية نشأة الإنترنت. بيقول لنا انا متذكر اللي معايا من الفيديوهات، انا بكتب على ورقة وقلم وبتابع. طيب الان بيقول لنا جاءت كلمة الانترنت اختصار لايش؟ لانتر كونكتد نتورك. جاءت كلمة الانترنت اختصار لانتر كونكت نتورك، ولا يوجد زي ما حكينا تعريف كامل وشامل للإنترنت،
يتفق عليه الجميع في تعريف المهندس للإنترنت زي ما حكينا، بيختلف عن أي تعريف آخر، وكل واحد له طريقة في تعريف مصطلح الإنترنت. وهنا راجعة إلى تعدد الطرق الاستفادة من هذه الشبكات واستخدامها. بقول لنا، وعلى الرغم من هذا التفاوت في تعريف الإنترنت، فإن هناك تعريف مشترك، وهو الإنترنت شبكة ضخمة من الأجهزة الحواسيب التي ترتبط بعضها البعض والمنتشرة حول العالم. كذلك في من التعاريف اللي هي قاسم مشترك بين الجميع كمصطلح يتضمن جوانب فنية وأخرى ذات صلة بالسياسات العامة. ونحن ندرك أن الإنترنت التي هي عنصر مركزي في بنية مجتمع المعلومات قد تطورت في كونها مرفقا بحثيا وأكاديميا إلى أن أصبحت مرفقا عالميا متناول الجميع. واحنا بنعرف الانترنت الان، لو ما في عندنا انترنت، هل احنا الان بنقدر نتواصل معكم؟ احنا عنصر الانترنت الان زي الشريان الرئيسي للجميع. شريان الان باي وقت لو فصلنا الانترنت، شو بصير فينا؟ باجهزتنا، في المجتمعات، في الشركات، قديش بتصير عندنا أعطال. الإنترنت أنا بعتبره شريان رئيسي للحياة في الوقت الحاضر. بيقول لنا الإنترنت هي International Network، إنترنت نت هي تلك. إن شاء الله أنا عندي هذا ببعث لكم إياه إن شاء الله. وأنتم أي شيء في خلل، في نقص في هذا، أرجو أنكم حاولوا أنكم تكتبوا ورانا إذا في هناك بعض من الملاحظات، نصل كل عندي. بقول لنا أنت مش تفريغ مدير شامل، مش فاهم شو طيب تفريغ مدير. طيب هي تلك الوسيلة، بقول لنا International Network اللي هي نت هي تلك الوسيلة أو الأداة التواصلية بين الشبكات دون اعتبار للحدود الدولية. الآن الإنترنت له فيزا كارد أو له باسورد. هل الإنترنت له باسورد يدخل لأي دولة أو لأي بيت؟ قلنا لا يوجد دون اعتبار للحدود الدولية. وهذا التعريف يجعلنا نقف ألا على طبيعة الإنترنت وإنما على حقيقتها، لأن الإنترنت من طبيعته تقنية إنسانية، فهي إنتاج اجتماعي تقنية والمعلومات، ثم إنها في الحقيقة وسيلة تواصل بين الشبكات. الإنترنت الآن عندنا مودم بالبيت وعندنا راوتر، احنا بنوقف الراوتر لمساحة معينة لغرفة معينة، ولا بنلاقي الغرفة الثانية بتشترك؟ ما بقدر احصره في مكان معين. طيب، والاتصال الذي تحدثه الانترنت هو مجرد احداث عملية تماس شبكة فأكثر، او عملية انتقال، حيث يكون مقلم المستخدم لأي شبكة أخرى. والمثال التصوير البسيط يعطي صورة أولية، وربما لكي يمنحنا إدراك أكثر للإنترنت فعليه. فالإنترنت بقول لنا هون في الحقيقة كأداة تواصلية ينتهي دورها بمجرد الدخول إلى شبكة غيرها. الآن أنا بستخدم، مش عندنا الراوترات على الأجهزة اللاسلكية اللي احنا بناخدها لأي مكان. الآن فصل فيها الشحن، مش أنا الآن بتفصل عندي شبكة الإنترنت، بقدر أدخل لزميل آخر مع راوتر آخر. في الحقيقة بقول لنا كأداة تواصلية انتهت دورها بمجرد الدخول إلى شبكة إنترنت أخرى غيرية. بقول لنا الآن عناصر التعريف، القول بأنها الإنترنت بالوسيلة أو الأداة التواصلية بين الشبكات دون اعتبار للحدود الدولية، يجعلنا بالتأكيد نأخذ الاتجاه التقني الإنساني في تعريف الإنترنت.
فهو الاتجاه الذي يضع النظام المعلوماتي كعنصر جوهري في الإنترنت، وفي ذات الحقيقة يأخذ في الاعتبار دور التقنية باعتبارها مبعث الإنترنت إلى الوجود. الآن أنت بدك تسافر مثلا على دولة، مش بتروح على شبكة معينة مثلا STC، زين، موبايلي، وبتقول لهم أنا بدي إنترنت مفتوح في الدولة اللي بدي أسافر عليها، مش بعطونا أكسس؟ بقدر أستخدم الإنترنت تبعتي، ولكن في شبكات دولية ثانية أخرى. فكر الآن، هل أنا لما أسافر بالشريحة هاي بينفصل عندي الإنترنت إذا أنا عملت لها أكسس في الدولة الثانية؟ تيجي عندنا الجوازات بتوقفها؟ ما بيقدر حدا يوقفها، صح ولا لا؟ الإنترنت وسيلة تواصلية، احنا الإنترنت وسيلة تواصلية الآن. احنا زمان بدينا نجتمع مثلا عند الكبير، عند كبارية الحي، صح ولا لا؟ في الزمان الآن صرنا نجتمع على جروبات الواتساب، صح ولا لا؟ الآن كلنا قاعدين على الواتساب ونشيك مع بعض، وكل واحد ممكن بالغرفة المجاورة إلي نحكي ونتحدث مع بعض. الإنترنت وسيلة تواصلية، وهنا يأتي دور التقنية، إذ أن عددا من الأجهزة الحاسوبية متصلة مع بعضها البعض، توجد أنظمة متصلة ببعضها البعض، والشبكات الإنترنت، وعدد من الآلاف من الشبكات منطلقة من محلية إلى العالمية. شو يعني محلية وعالمية؟ محلية يعني في عمارة واحدة، في بناية معينة، مثل جامعة الإمام، هاي لها لوكال اريا نتورك. لو جينا من جامعة الإمام للراوتر تبعي بالبيت، بصير من لان اريا نتورك لوايد اريا نتورك. الآن بستخدم شبكة ثانية، احنا رايحين نتعرف هناك، اللي هي .edu.com.gov.mil. في هاي الاختصارات لها كل واحدة ترى اي بي ادرس، والاي بي ادرس بحدد هل هي شبكة محلية ولا شبكة عالمية. لما تدخل لشركة، مش الان بتستخدم شبكة الانترنت تبعت الشركة، بيكون جوب دوت اي دي يو او دوت او اي دوت كذا، صح ولا لا؟ متصلة بشكل عنكبوتي غير منظم او عشوائي ببروتوكولات اتصال انفتاح، اللي هو شو احنا حكينا اختصار البروتوكول TCP/IP، المنظم للاتصالات بين اجهزة الحاسوب عبر الانترنت. عبر ونكون قد وصلنا الى نقطة ايش؟ اللامركزية. هذا عن اختصار لل TCP/IP، المنظم للاتصالات بينه. وصلنا إلى النقطة اللامركزية، وبالتالي يتم التواصل بين هذه الشبكات والأجهزة، وهذه كلها تعتبر تعبر عن وسيلة التواصل بين الشبكات، بحيث يبرز الدور الاتصالي الذي تقوم به التقنية، تعبر عن تلك الوسيلة اللي هي الإنترنت. وين احنا النقطة اللامركزية؟ بقول لنا الآن انتبه، لما احنا نحكي النقطة كيف بدها تتصرف، بقول لنا بروتوكول اتصال انفتاحي منفتح، المنظم للاتصالات بين الأجهزة الحاسوبية عبر الإنترنت. نكون قد وصلنا إلى النقطة اللامركزية للعالم كله، صح ولا لا؟ مفتوح للجميع، أنا مركز لنقطة معينة. مو مكان محدد، انا ما حددت لك. الشبكة المحلية منحصرة داخل قطاع او داخل شركة واحدة زي ما حكيته، اي مثلا جامعة الامام مثلا. انا كعمارة، الي عمارة من 5 6 طوابق، بقدر اعمل لها لوكال اريا نتورك، شبكة محلية، اتواصل مع شركات الانترنت تعمل لي الشبكة المحلية الحالي. بروح على شركة معينة بعمل لها حالي انا الان مبنى او مجمع جغرافي او وحدة، لان هذه الشبكة متصلة مع بعضها البعض وليس لها علاقة
بالأجهزة الحاسوبية لدى الشركات الأخرى. أما الشبكات العالمية، هاي بالبداية الشبكة المحلية، الشبكات العالمية إمكانية التواصل والانتقال من الشبكة المحلية للشبكات الخارجية والاستفادة من المعلومات الخارجية وجلبها داخل المؤسسة المتصلة بشكل عنكبوتي غير منظم أو عشوائي ببروتوكولات اتصال انفتاحي، وهو المنظم للاتصال بين أجهزة الحاسوب وعبر الإنترنت. نكون قد وصلنا للنقطة اللامركزية زي ما حكيت بالبداية، إن الآن الإنترنت مفتوح، بطلنا نشتغل تحت منظمة أو تحت جامعة أو تحت شركة واحدة في الإنترنت، الآن بشتغل على الإنترنت العالمي. وظلنا الإنترنت تستلزم المعلومات، إذ إنه بدون النظام المعلومات التبادل بين الشبكات فإن الإنترنت يصبح منهجا بدون موضوع، حتى في افتراض التخصص والسرية والتشفير، وهذا الأمر موجود حاليا إلا أنه مخطر. فإن الإنترنت أن فقط شو إيش في محاضرات اليوم؟ أرجو إنه لما تسألوا يكون السؤال واضح حتى نجاوبكم. والسرية لأنه مخطط، فإن الإنترنت كانت قد أوجدت نظاما تواصليا بين الشبكات هدفها تبادل المعلومات. إحنا الإنترنت وجدناه فقط لتبادل المعلومات، ولكن إحنا نسمع في هناك اختراقات أمنية في تشفير، صح ولا لا؟ كيف إحنا من نحافظ على المعلومات والسرية فقط؟ نعم. بظننا فليست تقنية المعلومات أو التقنية قيمة في ذاتها، وإنما هي وسيلة إلى تنظيم العمل بموضوعية ما والاستفادة منه. فهو كما الفلسفة المنهجية بدون موضوع، فإن أضفنا المعلومات كموضوع للتقنية فإننا نكون بصدد الإنترنت. إحنا بنعرف إن الإنترنت هو للتناقل والتبادل المعلومات. ظلنا كذلك المعلومات ذات أهمية قصوى في إطار عمل الشبكة، فهي سيادة الموقف عبر الإنترنت. أنت الآن منين بتبحث عن معلومات لمشكلة معينة؟ واجهتك مشكلة معينة في الجوال، مش بتفتح على الإنترنت؟ ببحث وببحث عن المعلومات وبجد حل، صح ولا لا؟ وانا بس انا ببحث من خلال الانترنت، والمعلومات تحتاج الى انسان لكي يضعها، والانسان بحاجة الى دعم مادي ومعنوي في حمايتها. لهذه المعلومات تصل في بعض الاحيان الى ضرورة التدخل، ليست الحكومة فقط في اطار دولة، وإنما إلى دعم ذو البعد الدولي على عموم، وتجد تلك النافذة لحماية نظم المعلومات عبر الإنترنت. الآن عندنا مثلا موقع بنك الراجحي، كيف نعرف إنه هذا محمي؟ مش موجود على طرف قفل محمي؟ إذا كان القفل مفتوح الآن أصبح في هناك خرقات أمنية، صح ولا لا؟ كيف مو محمي؟ هل الموقع تبع شركة أي شركة بنوك أو أي شركة بتلاقيه من القفل مسكر ولا مفتوح؟ أرجو إنك تروح تتأكد من هاي المعلومة. لما يكون القفل مسكر، مثلا تفتح على موقع راشد بنلاقي القفل مسكر، هذا الآن موقع محمي. لو رحت على أي دولة أخرى وفتحت موقع راشد بتلاقيه بيفتح معنا ولا لا؟ المعلومات هاي بقول لنا تشارك فيها الدول، ولكن ضمن سياسات محمية، في حماية هناك بينه وبين الدول الأخرى. بقول لنا الإنترنت عابرة للحدود الدولية، وهذا العنصر يثير الكثير من المفاهيم وبالتالي الجدل حول الإنترنت. ويمكن السبب الرئيسي في أن الإنترنت ليست لها حدود دولية ولا تعترف بالحدود القائمة بين الدول، كما ليس لها مالك وليس هناك جهاز رقابي عليه ولا سلطة مركزية تتحكم فيها. ويعني أن هذا أنه في الحقيقة الأمر أنه كلنا
يمكننا الدخول إلى شبكات الغير، فإن الغير أيضا يستطيع الدخول إلى الشبكات الخاصة، وكذلك حواسيبنا. يستوي هذا أن يكون هذا الغير عدو أو صديق، أو عدو كان أم صديق. الشركات تناقلت من الاهتمام بالمعلومات الداخلية والانتقال للمعلومات التي تدار حولها، التي تؤهل هذه المؤسسات للوصول إلى التنافس. من خلال العبارة هاي بيقول لنا الإنترنت عابر للحدود الدولية. شو يعني حدود دولية؟ إحنا مش الآن لو جينا على الوطن العربي مش مقسم جغرافيا؟ هل إحنا بنقدر نقسم الإنترنت ما يدخلش الإنترنت؟ من الصعوبة، لأنه الإنترنت لا هو للشخص ولا حدا بيقدر يوقفه، لأنه هي عبارة عن تذبذبات في الجو، أي لا ليس له أي حدود، إحنا ما بنقدر نوقفه. نقول لنا الآن مكونات الإنترنت، من ماذا بتكون الإنترنت؟ بقول لنا أول شيء، بقول لنا نسيج المعلومات الدولي اللي هي WWW World Wide Web، وهو شو بقول لنا؟ نعم، أرجو أن الاختصارات هاي تكون مفهومة للجميع. هو نظام معلومات عالمي مؤلف من كم هائل من النصوص والصور والعينات الصوتية والفيديوهات. يستطيع المستخدم من خلال برنامج مجاني يدعم متصفح أو مستعرض للبراوزر تصفح محتويات النسيج بتتبع الوصلات الشعبية أو البحث أو اختيار مواقع أو أي موقع يبتدي بـ www. الآن لو فتحنا مثلا الجوجل قديش في بيانات ومعلومات، لو فتحنا اليوتيوب قديش في عندنا أفلام وصور ومقاطع فيديوهات، وين تخزنت هاي، وكيف عملية الربط بينها. الآن كم، بقول لنا كم هائل من النصوص والصور والعينات الصوتية والفيديوهات قديش عندنا الآن على شبكات الإنترنت. الآن لو جيت تبحث عن صورة واحدة مثلا، لو جينا حطينا التجارة الإلكترونية صورة إلها، قديش بنلقى صور للتجارة الإلكترونية بأشكال مختلفة؟ بنلاقي كم هائل من المعلومة. أول شيء من مكونات الإنترنت النسيج المعلومات الدولي، اثنين البريد الإلكتروني. حدا ما عندوش بريد إلكتروني؟ حدا بعرف شو هو البريد الإلكتروني؟ الآن أي شخص كلها بتعرف شو هو البريد الإلكتروني، صح ولا لا؟ يعني اللي هو الإيميل، وهو نظام لإرسال الرسائل والملفات الإلكترونية لأي من المشتركين في خدمة في أي مكان في العالم وبسرعة فائقة. الآن أنا في مثلا في السعودية، وإلي أخوي مثلا في أمريكا. الآن هذا أخوي في أمريكا بده صورة لمعاملته مثلا، مش بنرسلها مباشرة على الإيميل؟ بحكي لك ارسلها على الإيميل، أو الإيميل الرسمي تبعك، أنت بتضع إيميله الرسمي هو مباشرة ببعثه لك. كنا زمان مثلا تروح تعملها سكان وتروح على فاكس وترسلها فاكس. الآن وانت على الجوال بتصورها جوال، بتصورها سكان كمان وبتضغطها وبترسلها عن طريق الإيميل أو عن طريق الواتساب. والآن احنا بنلاحظ انه هاي الأمور، هذا المقر شوي قديم. الآن عن طريق السوشيال ميديا احنا بنقدر نرسلها بسرعة فائقة، صح ولا لا؟ صوت واضح طلاب، الصوت واضح. الآن احنا التكنولوجيا، احنا في عصر التكنولوجيا. يعني لما نيجي للمقرر هذا بنحدد تقريبا 80 ل 90%
طيب عندنا بروتوكول النقطة الثالثة، بروتوكول نقل الملفات اللي هي FTP، يقول انه هو برنامج واسلوب النقل وتبادل الملفات بين اجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكات. FTP هو نظام لنقل وتبادل المعلومات والملفات بين الاجهزة. بعدين عندنا المجموعات الاخبارية اللي هي بروتوكول ونقل المعلومات اللي هي اختصارها ايش؟ راح نتعرف على اختصارات، راح نرسلكم اختصارات ان شاء الله. المجموعات الاخباريه نيوزنت نيوز، وهي عباره عن لوحات اعلاميه الكترونيه عالميه يصل اليها المشتركين ويساهمون بها بنشر فيها حول الموضوعات التي تهمهم. وهناك مجموعات اختياريه لكل فن ذوق، لكل واحد له ذوق بالأخبار والنيوز، صح ولا لا؟ في ناس مثلا على الفنانين، في ناس على التكنولوجيا، في ناس على السياسة، في ناس على الاقتصاد. شوف كل واحد رغبته في الحياة بيفتح هالمجموعات الإخبارية أو نيوز نت نيوز. النقطة الخامسة برنامج الحوار والمراسلات الفورية والتفاعل الاجتماعي، يتيح برامج الحوار للمستخدمين تبادل المحادثات عن طريق شاشات الحاسوب. شو هو الحوار اللي بيني وبين الجهاز؟ حدا بعرف شو هو الحوار اللي بيني؟ والحاسوب، وذلك بكتابة ما يريد المستخدم قوله وبث ذلك عبر الشبكات حيث يلتقطه المحاور الأخرى ويرد عليها بالمثل. تتيح خدمة الاتصال بشبكة الشبكات عن بعد تلينت للمستخدم الدخول إلى الأجهزة المخولة صلاحية استخدامها عندما كنت على الشبكات والوصول إلى قواعد البيانات وما شابه. برنامج الحوار، إحنا بدون الشاشة بتقدر ترسل؟ الحوار بيني وبين النظام دون شاشة الآن تقدر ترسل، معك جوال ومعك والشاشة مكسورة ومش شايف أنت شيء، تعرف ترسل؟ الشاشة مثلا حوار بيني وبين الجهاز. الآن الحوار اللي بين، كيف أنا بقرأ الكومنتات تبعاتكم وبرد عليكم؟ مش في حوار بيني وبين النظام؟ طيب الآن لما نفوت لموقع شبكات الإنترنت، بيقول لنا زي ما عرفنا في البداية، بيقول لنا شبكة الإنترنت لا يوجد مكان محدد لموقع شبكة الإنترنت، فهي ناتج توصيل جميع الحاسبات المتصلة بالشبكة بما تحتويه من معلومات. بيقول لنا الآن إدارة شبكة الإنترنت، على الرغم من ضخامة مشروع شبكة الإنترنت، فإنه لا توجد جهة إدارية أو قضائية للشبكة، غير أن هناك بعض الجهات الأمريكية التطوعية تقوم بدعم نظام شبكات الإنترنت. أنت بتعرف شبكات الإنترنت شيء عجيب، يعني إحنا لما نفكر في الإنترنت وكيف ترابط وكيف وصوله ومين اللي بتحكم فيه وكيف التحكم والكنترول والشيفرات، شيء رهيب. مكونات مجتمع الإنترنت اللي هي إنترنت كوميونيتي، شو هي؟ بقول لنا يتكون مجتمع الإنترنت من مجموعة من الفئات المشتركة، وهي شو هن؟ الأفراد، المنظمات، شركات الحاسبات، المؤسسات الحكومية. ممكن تكتب المستخدمين. وفيما يلي وصف مبسط لكل من تلك الفئات. ممكن تسمي بدل أفراد المستخدمين، صح ولا لا؟ متزودين خدمات الإنترنت بالإنترنت اللي هي إنترنت سيرفيس بروفايد، يوزر المستخدم، مزود المعلومات للإنترنت اللي هي إنترنت كونتنت بروفايدرز، مزود البرمجيات من خلال الويب اللي هي أبليكيشن سيرفيس بروفايد، وشركات أجهزة البرمجيات الحاسوبية اللي هي هاردوير أند سوفتوير كومبينز، عندنا الحكومة أو الحكومات اللي هي جفرمنت. بدنا ننتبه لكل واحدة شو اختصارها أو شو هي الكلمة تبعتها.
واضح يا طلاب، احنا في ان هناك بعض من الكلمات لما تكون فاهمين هاي المصطلحات وضروري انك تفهمها في الحياة اليومية، ان كل يوم بتمر علينا هاي المصطلحات. لو جينا على 5 نقاط هذولا وقلنا المستخدم، هل بترابط مع بعض؟ مين اللي بيستخدم الانترنت؟ مش انا؟ اذا انا راح العنصر البشري او المستخدم او الانسان، كيف بده يشتغل الانترنت؟ لو قلنا خاصية الاتصال بالانترنت او خاصية المعلومات بالانترنت او البرمجية او شلنا مثلا نظام ان هالانظمة، هل بتبطن مع بعض من 5 نقاط 6 نقاط هذول اللي هي المستخدمون؟ بدنا نكون انهم كلهم متفاعلات. الآن بدنا نيجي لعناوين مواقع الإنترنت، شو هي عناوين مواقع الإنترنت؟ إحنا بنعرف بالعادة الموقع بنبدأ بـ www صح؟ دوت كذا كذا، ولكن في عنا مثلا في عنا www.imam مثلا .edu.sa، بدنا نعرف لما يكون edu دوت اس ايه تابع للشو. الان بنفسركم، بيقول لنا عن عناوين المواقع في الانترنت. المواقع في الانترنت كل صفحه في الانترنت لها عنوان يسمى بايش؟ يو ار ال، اللي هي يونيفورم ريسورس ايش؟ لاكتر. واضح؟ احنا بنحاول اي اختصار تمر علينا ان نبعثه للجميع، وارجو انكم تدونوا هاي المعلومات عنكم على ورقة تستفيدوا منها. عناوين، بقول لنا لها عناوين، بريد تسمى يو ار ال اللي هي يونيفورم ريسورس دكتور، لتحديد مكانها في الانترنت. لتحديد مكانها في الانترنت يكتب العنوان في نافذة المتصفح العلوي اللي هي ايش؟ بنكتب www، ولكل موقع انترنت عنوان مختلف. فعلى سبيل المثال امام، نام اللي هي مثلا هذا موقع جامعة الامام. الان بدنا نفسره، شو هذا الموقع صح ولا لا؟ فاحنا بالعادة اللي هي www عرفنا شو اختصارها، Wide Area Network، وايد ويب وورد اللي هي شبكات العنكبوتية العالمية. إمام اسم الجامعة، شو هو خيال؟ أنا مصطلح خيال مش فاهم شو هو. فعندنا إمام اسم الجامعة، يو يونيفرسيتي، احنا بنلاحظ من مصطلح امامه ام اي ام ام اي ام اي ام امام، يو للجامعه امام. بعدين دوت اي دي يو، هاي شو هي؟ تعليميه، education. هو يعني الملخص هذا أكثر تقاربا تقريبا للمحاضرة 10. بعد المحاضرة 10 شو بدكم تدرسوا؟ بعد اللقاء العاشر حسب الفيديوهات الموجودة على النظام. فليش احنا بنقول لكم لا تعتمدوا على ملخص؟ بعدين عندنا اي دي يو، اي دي يو ايش هذا؟ رمز للهيئة التعليمية مثلا؟ ما والله ما عندي شرائح بصراحة، لا عندي شرائح. اس ايه اللي هي المملكة، رمز المملكة العربية السعودية. كل رمز دولي لها رمز معين، مثلا اس ايه كل دولة لها رمز في نهاية المواقع الايش؟ العالمية اللي هي التعليمية الجامعية الحكومية. اي موقع إله هناك خاص بي. لحد الآن واضح؟ طيب
الشبكة العنكبوتية العالمية، زي ما عرفنا احنا في بداية الشبكة العنكبوتية العالمية عندنا HTTP اللي هي هايبر تاكس، ايش حكيناكو، يلا ترانسفير بروتوكول، ولا شو حكينا احنا؟ HTTPC هايبر تاكس ترانسفير ايش بروتوكول. طيب شو هي كمان؟ بيقول لنا من خلال النقطة هاي يمكن إضافة روابط على صفحات الإنترنت مثل رابط الأماكن أو مواقع أو صفحات أخرى، بالإضافة إلى بعض الإضافات الحديثة مثل الوساطة المتعددة التي يمكن الحصول عليها في حال النقل على النص الفائق. أنت من خلال النص هذا أو الحوار هذا بضغط، والله انا ما سألوا لي لسه، احنا بحكونا في فيديوهات شاهدون وشرحوا للطلاب، يعني هذا مقررنا احنا، بيقولوا لنا هذا المعتمد لكم، والطلاب نفسه هو المعتمد لهم، فارجو اللي سألوا لكم من العمادة انكم ان شاء الله راح نعطي الكوزات. طيب بعدين بيقول لنا هي نظام يتألف من خادمات الإنترنت اللي هي إنترنت سيرفيس التي تستند صفحات الويب التي تحتوي على المصادر أو المواد اللي هي الريسورس المتاحة والخدمات المتوفرة على الإنترنت والتي يتم التعرف عليها بمحددات عالمي يعرف باسم المعروف الموحد اللي هو المصدر Uniform Resource Identifier. بعدين أن الإنترنت ليست مترادفة للويب، هل العبارة صحيحة؟ هل العبارة خاطئة؟ الإنترنت يقول لنا ليست مترادفة للويب، يقول لنا فالإنترنت عبارة عن شبكة ضخمة وبياناتها التحتية من في شبكات الإنترنت، وهي ترتبط بالبلايين من الحاسبات في العالم معا، مكونة شبكة يستطيع أي كمبيوتر فيها أن يتواصل مع أي كمبيوتر آخر بشرط أن يكونا متصلان بالإنترنت. أما الويب فهو شبكة من الوثائق التي تعرف بصفحات الويب اللي هي ويب بيج، مرتبطة بوسائط روابط متشابكة اللي هي هايبر لينك، وهي وسيلة التواصل إلى المعلومات عبر وسائط الإنترنت. احنا عرفنا الان ان هالانترنت ليست مترادفة، لو جاء في الاختبار الانترنت مترادفة مع الويب فانا نضع خطأ. هناك في عندنا كثير من الاسئلة خلال اللقاء هذا، يعني انت يا طالب تقدر تستنتج كثير. محرك البحث، شو هو محركات البحث؟ شو هو محرك البحث اللي هو سيرش انجن؟ جوجل، جوجل بعتبره سيرش انجن صح ولا لا؟ محرك البحث تختلف عن محركات اخرى، حيث من الممكن ان تحصل على صفحات من محرك بحث بعكس محرك اخر، لا تجد ما تبحث عنه، كذلك العوامل التجارية من الممكن. محرك البحث تقول انه هو برنامج يساعد يوتيوب، الهوت ميل، الجوجل، وكل محرك بحث تعطينا بيانات مختلفة عن محرك بحث ثاني صح ولا لا؟ ممكن هذا يجيب لنا بيانات موجودة بالمحرك الثاني ولكن الداتا تبعته كثير بتكون مخزنة، فبعطونا الأحدث. دائما كل محرك بحث له طريقة له سياسات في استعراض النتائج. محرك البحث هو برنامج يساعد في العثور المعلومات المخزنة بالشبكات العالمية اللي هو World Wide Web، أو حسب الشخص ويسمح محرك البحث للباحث أن يطلب المحتوى الذي يقابل مفرداته أو عباراته أو أرقامه ويستدعي قائمة بمصادر تتطابق معه. أنا بس 5 دقائق إن شاء الله بس نكمل الفقرة هاي، وإن شاء الله راح نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن شوي طولنا خلال اللقاء هذا كثر الاستفسارات. في المحاضرة القادمة إن شاء الله أرجو أنكم هذا الكورس تستفسروا الملخص من الملخص، فالمقرر شوي
طويل. ممكن إن شاء الله هناك نضع لكم الكوزات على المنطقة، وأرجو أن الجميع يجاوب. قلنا اللي هو وتستخدم محركات البحث فهارس التحديث بالانتظام للتعامل بسرعة فائقة. وأنت لما تيجي تبحث عن موضوع معين، لو حطينا التجارة الإلكترونية بنلاقي مليون مرجع للتجارة الإلكترونية. طيب أنا 5 دقائق، هي المحاضرة راح تكون سجلة واسمعوها لما يكون عندكم وقت فراغ، اللي هي بس نكمل الفقرة هذه. فعنا استخدامات الإنترنت يستخدم اليوم بصورة كبيرة في المجالات التالية، اللي هي أول شيء البحث عن المعلومات search for information. هناك الكثير من مواقع البحث اللي هي search site التي تحتوي على عناوين مقومة، اللي هي directors, direction, directories، تسهل الوصول للمعلومات المختلفة كالسياحة والتعليم والتسويق والاقتصاد والسياسة والرياضة والألعاب وغيرها. زي ما أنتم حكيتوا، في عندنا مثلا أمازون، ياهو، جوجل، كثير من المواقع اللي احنا بنبحث عنها. فهي أول استخدامات الإنترنت. 2، نقل الملفات، وتسمح يعني 5 دقائق أعطوني فقط. تسمح هذه الخدمات بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر، يطلق عليها عملية تنزيل ملفات الإنترنت إلى الحاسوب التي تستخدمه مصطلح الداونلود، وعملية تنزيل ملفات من حاسوب الذي تستخدمه للإنترنت مصطلح أبلودنج، أي رفع الملفات. ويستخدم في ذلك بروتوكول نقل الملفات اللي هي FTP فايل ترانسفير بروتوكول. 3، الأخبار النيوز. أصبحت الآن الويب مخزون كبير للوسائط المتعددة بأشكالها المختلفة، فهناك مواقع متعددة في الويب تبث الأخبار بصورة قوية بشكل نصوص وصور وأصوات وفيديوهات. ومن هذه المواقع عندنا كثير مواقع، مثلا BBC، لو جينا على الصحف اليومية، لو جينا على إذاعة والتلفزيون مش لها موقع، نقدر نشاهد كل شيء، نسترجع المعلومات أو اللي راحت علينا من خلال المواقع. 3، الألعاب والتسلية، أونلاين جيم. والجميع الآن بيشتغل على الأونلاين جيم، نشتغل، يوجد على الإنترنت الكثير من مواقع الألعاب والتسلية، خاصة مواقع الأطفال تحتوي على الألعاب تسمح للمتصفحين باللعب بشكل فردي أو مع الآخرين، متصل بالشبكات في نفس الوقت أو مع الحاسوب نفسه. وبعض الألعاب مجانية والبعض الآخر غير مجاني، إذا ما دفعت فلوس ما بتقدر تلعب فيها. عندنا الكتب الإلكترونية ويرمز لها إي بوك أو إي بوكس، أو جمعنا اختصار إي بوك تعني إيش؟ الكتب الإلكترونية. هناك كتب كثيرة موجودة على صفحات الويب بشكل إلكتروني تسمى أونلاين بوك أو إي بوك. شوفوا أونلاين، إما بسميها أونلاين بوك أو إي بوك، وبإمكان المستخدم قراءتها وإنزالها على الحاسوب وقراءتها لاحقا، وعادة ما تأخذ هيئة الهاي تكس أم أل، أي يمكن تصفحها من خلال متصفح ويب براوزر، أو يتم قراءتها من خلال برامج الأكروبات ريدر، صح ولا لا؟ مثل امازون، موقع امازون قديش في كتب، موقع جوجل بوك نفس الجوجل في بوك، صح ولا ابل بوك، صح ولا لا؟ طيب البوابات الالكترونيه اللي هي بورتل، هي عباره عن مواقع غنيه بالادوات المفيده المتنوعه للمتصفحين، حيث تحتوي على محرك البحث، عناوين مقومه، اخبار، بريد الكتروني، اسهم عملات، طقس، رياضه، العديد من المعلومات اللي هي بتفيدهم. مثل ياهو الامسن، لو جينا فتحنا الامسن مش بنلاقي هناك صف اعلانات حالة الطقس، انت بالرياض، او نقلنا لدولة ثانية بنقول معلومات بغير التاريخ بغير حالة الطقس حسب اللوكال اريا نتورك او وايد اريا نتورك، بغير لنا المعلومات حسب احنا ما بنتحرك. فهون هاي من المواقع، امسن بتغير لنا العملات، الاسهم. 7، التعليم من خلال الويب اللي هي اونلاين اديوكيشن، اللي انتم اسمكم تعليم عن بعد، صح ولا لا؟
تيستنج لان بيسموه تعليم عن بعد، تعتمد العديد من المؤسسات التعليمية على الويب لمساعدة المتعلمين والمتدربين. يتم ذلك من خلال وجود نماذج إلكترونية من المقررات الدراسية اللي هي Distance Learning. سمعتوا شو انتم بالانجليزي شو اسمكم الطلاب؟ Distance Learning او الدورات التدريبية على الويب اللي هي Based Training، مثل علامات التعليم عن بعد. 8. التجارة. يستخدم الويب في العديد من المجالات الأخرى، شراء، بيع، إعلانات، سياحة، طب. الآن لو جينا على أبليكيشن سوق دوت كوم، قديش فين إحنا بنقوم بعمليات بيع وشراء؟ صح ولا لا؟ لو جينا على حراج، قديش أنت بتنزل منتجاتك؟ قديش إحنا خدمات للبيع عن طريق التجارة الإلكترونية، التجارة والمواقع الإلكترونية للشركات لا تقوم ببيع سلعة وإنما تقدم خدمات، أي أنها تجارية بالخدمة لا بالبضاعة. كيف تقوم بخدمة العميل كذلك من خلال هذه المواقع. وفي عندنا كمان بيعملوا لنا أوبشن نخدمك يا عميلنا. طيب آخر شيء عندنا النقطة التاسعة اللي هي البريد الإلكتروني، إلكترونيك ميل أو إي ميل إحنا بنسميه. إحدى خدمات الإنترنت تستخدم لتبادل الرسائل بين المستخدمين الشبكة، ويمكن إلقاء ملفات ورسل ورسائل ووثائق. إحنا نقدر نضع في الإيميل جميع العبارات أو النصوص أو الصور أو الفيديوهات وإرسالها، والمقابل بيستقبل عن طريق البريد الإلكتروني، ويعتبر البريد الإلكتروني من أهم وسائل الاتصال الحديث، ولكنه يجب على الشركة الالتزام مع العميل مع العملاء في الرد على رسائلهم واستفساراتهم. ومن فوائد البريد الإلكتروني سرعة الاتصال، 2. يمكن إرسال رسالة واحدة إلى عدة جهات في وقت واحد، 3. يمكن تخزين الرسائل واسترجاعها في وقت لاحق، 4. يمكن طباعة الرسائل، 5. يمكن إعادة إرسال نفس الرسالة إلى جهات أو عدة جهات أخرى. يمكن إرسال كثير من أنواع الملفات في رسالة للبريد الإلكتروني، 7. تقليل رسوم البريد العادي، 8. ضمان الوصول رسالة إلى ضمان وصول رسالة إلى المرسل إليه، 9. نقل البيانات بالدقة دون تعرضها للضياع أو النقص. ويمكن للشركة استخدام البريد الإلكتروني في مراسلاتهم جميع موظفيها وإبلاغهم عن المهام المطلوبة من خلال اليوم. لو جينا الآن للتعليم عن بعد، صار خلف الإنترنت أو شبكة الإنترنت عن نظام البلاكبورد، مش بيرسلونا رسالة للجميع يخبرونا، ولا شو رأيك يا الطلاب؟ لأنه مربوط فيه. إن شاء الله في الأسبوع القادم رايحين نبدأ فيه عناوين البريد الإلكتروني، ورايحين نبدأ ايش بابليك انترنت وانترنال نت واكسترنال نت، ورايحين ندرس هناك عدة عناوين في اللقاء الحي القادم. في نهاية اللقاء الحي الأول، لا مو لو مرفوع مو محسوب لأنه ما أعطينا شيء، كان هناك في خلل. رايحين احنا نعطي 8 لقاءات حية، اليوم هو أول لقاء حي، رايحين نعطيكم اللقاء التاسع. على النظام هو موجود اليوم اللقاء الحي الثاني، وكذلك احنا اضفنا لقاء تاسع وحطيناه انه لقاء بدل لقاء هذا الحي الموجود امامنا اللي راح علينا. في نهاية لقائنا اي استفسار طلاب وطالبات تعليم عن بعد؟ في نهاية لقائنا الحي الاول نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح يكون هناك في كوزة. السلام عليكم.